الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن أموال عراقية بقيمة 100 مليار دولار مهربة تعجز السلطات الحكومية عن استردادها. وأوضح الخبراء أن ملف الفساد خاصة الأموال المهربة ملف شائك ومعقد جدا، لأن هذه الأموال تعود إلى شخصيات سياسية أو دينية لها استثمارات في دول إقليمية وأوروبية، مبينين أن الخوض في مثل هذا الملف يؤدي إلى مشاكل سياسية واجتماعية، لذا تقف الدولة عاجزة حتى الآن عن الإعلان عن حجم هذه الأموال المهربة حقيقة. أكدت رابطة معامل الطابوق أن 2000 أسرة عراقية فقدت مصدر رزقها بسبب انهيار صناعة الطابوق في محافظة ديالى. وقالت الرابطة إن معامل الطابوق في ديالى شهدت بعد عام 2022 نكبة كبيرة لأسباب متعددة، أبرزها قلة الدعم الحكومي ونقص إمدادات الوقود خاصة النفط الأسود، ما أدى إلى دفع 85% من المعامل للتوقف وتسريح عمالها، مؤكدا بأن أكثر من 2000 أسرة فقدت مصدر رزقها حتى الآن. أدى الإضراب المفتوح لموظفي هيئة الاتصالات في لبنان إلى خروج عدد من مراكز الاتصالات عن الخدمة وانقطاع كبير في خدمة الإنترنت والاتصالات. بدوره قرر المجلس التنفيذي لنقابة هيئة الاتصالات اللبنانية الاستمرار بالإضراب حتى تحقيق مطالبه، وأبرزها رفع أجور الموظفين. وأكدت مصادر صحفية أن الإضراب أدى إلى تعطل جزئي لمركز التنصت التابع للفرع الفني في مخابرات الجيش اللبناني، إضافة إلى توقف الهواتف الأرضية وقطع الكثير من الخدمات للصليب الأحمر. قررت شركة غاز بروم الروسية قطع الغاز نهائيا عن شركة غاز إنجي الفرنسية لعدم السداد عن طريق الروبل. وأعلنت شركة الغاز الوطنية الروسية أنها قطعت إمدادات الغاز عن شركة الطاقة الفرنسية بعد تخلفها عن سداد مدفوعات مترتبة عليها عن شهر تموز، مبينة أنها لم تتسلم المدفوعات من الشركة الفرنسية وأخطرتها بالتعليق الكامل لإمدادات الغاز اعتبارا من الأول من شهر أيلول حتى لحظة سداد الديون بالروبل الروسي. أعلن آلاف الطيارين في ألمانيا إضرابهم عن العمل بسبب مطالب مالية تتضمن زيادة في الدخل بنسبة 5.5% هذا العام. وأوضح اتحاد الطيارين الألماني أن 5500 طيار تابعين لشركة لوفتهانزو أضربوا عن العمل، ما أدى إلى توقف 800 رحلة طيران ألمانية، مبينا أن هذا الإضراب أثر على حوالي 130 ألف مسافر. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز برعاية الله.